السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. امبارح كان في مباراة مهمة جدا في البريمير ليج الإنجليزي، وهي مباراة نادي فولام ونادي الأرسنال. المباراة دي ضمن منافسات الأسبوع العشرين من البريمير ليج. المباراة اتلعبت على ملعب كارفن كوتيج وهو ملعب نادي فولام، وانتهت احداث هذه المباراة بفوز اصحاب الارض والجمهور ونادي فولام على نادي الارسنال بنتيجة 2-1 في مباراة تاريخية لنادي فولام. نادي فولام لعب بطريقة 4-2-3-1، اما نادي الارسنال فلعب بطريقة 4-3-3. ابتدى نادي فولام المباراة بتشكيل مكون من لينو رقم 17 في حراسة المرمى، خط الظهر عندنا 4، ناحية اليمين كاستاني رقم 21، لعب ب2 قلب دفاع، اولواوا توسين رقم 4 وباسي رقم 3 وروبنسون رقم 33، ولعب ب2 امامهم باليانيا رقم 26 وتوم كريني رقم 10، ولعب ب3 في الخط الهجومي، عندنا ناحية اليمين بوبي ريد رقم 14، ناحية الشمال ويليان رقم 20، في القلب أليكس يوبي رقم 22، ورأس حربة صريح راؤول خومينيز رقم 7. اما نادي الارسنال فابتدى المباراة بتشكيل مكون من ديفيد رايا رقم 22 في حراسة المرمى، خط الظهر عندنا 4، ناحية اليمين بن وايت رقم 4، 2 قلب دفاع ويليام صليبة رقم 2 وجابريال ماجلش رقم 6، وناحية الشمال ياكوب رقم 15، ولعب ب3 في نص الملعب، مارتن أوديجر رقم 8 وديكلان رايس رقم 41 وهارفيتس رقم 29، ولعب ب3 في الخط الامامي، ناحية اليمين ساكا رقم 7، ناحية الشمال جابريال مارتينيلي رقم 11، ورأس حربة صريح ادوارد نيكيتيا رقم 14. المباراة يمكن ابتدت كده بضغط للضيوف وهو نادي الارسنال، ففي الدقيقة 5 قدر نادي الارسنال انه يحرز الهدف الاول. كرة من ناحية الشمال عن طريق جابريال مارتينيلي اللي ياخدها ويتوغل كده على حدود منطقة الجزاء لنادي فولام، ويدخل جوه منطقة الجزاء ويشوط بيمينه صاروخ، ولكن يصدها الحارس لينو حارس مرمى نادي فولام، ترد من ايده يكون حاطط رجله معاه ساكا ويحطها في المرمى الخالي ليتقدم نادي الارسنال على نادي فولام بعد مضي 5 دقائق من عمر المباراة. بعدها يمكن ابتدى نادي فولام يمسك زمام الامور، ففي الدقيقة 28 قدر انه يحرز هدف التعادل. كرة من ناحية الشمال عن طريق ويليان اللي مررها كده على نفس اللاين لتوم كريني على حدود منطقة جزاء نادي الأرسنال، يلعبها عرضية من مرة واحدة على القائم البعيد لراؤول خومينيز القادم من الخلف للأمام اللي يشوطها صاروخ بيمينه تدخل من تحت ايد الحارس، محرزا هدف التعادل لنادي فولام ليتعادل نادي فولام مع نادي الأرسنال في الدقيقة 28. بعدها نادي الارسنال حاول انه يحرز الهدف الثاني ولكن دون جدوى، ففي الدقيقه 42 هجمه خطيره جدا من ناحيه اليمين لنادي الارسنال عن طريق ساكا اللي مررها على حدود منطقه الجزاء ل مارتينيلي اللي يتوغل كده ويرقص واحد والتاني ويشوط صاروخ بشماله
على شمال الحارس اللي يصدها ب بتراتيف الاصابع وتمر بجوار القائم الايمن او الايسر بملي مترات. وبينتهي احداث الشوط الاول والنتيجة التعادل الايجابي 1-1 بين نادي فولام ونادي الارسنال. الشوط الثاني كلام تاني، نادي فولام نزل ضاغط عاوز يحرز الهدف الثاني، حس ان النادي الارسنال في هزة في خط ظهره، ففي الدقيقة 58 قدر نادي فولام انه يحرز الهدف الثاني. كرة ضربة ركنية من ناحية اليمين على التنفيذ ويليان اللي يلعبها عرضية نموذجية داخل منطقة الجزاء لباليانا اللي يلعبها براسه ولكن تخبط في الدفاع اللي شتتها بالغلط تروح داخل 6 يارد لبوبي ريد اللي يحطها من مرة واحدة سهلة على شمال الحارس محرزا الهدف الثاني لنادي فولام، ليتقدم نادي فولام على نادي الارسنال بنتيجة 2-1 بعد مضي 58 دقيقة من عمر المباراة. بعدها في الدقيقة 71 استمر الضغط، على الرغم ان احنا كنا توقعنا ان نادي الارسنال هيحاول يضغط ويحرز هدف تعادل، ولكن الضغط اكبر لنادي فولام. هجمة في الدقيقة 71 عن طريق خومينيز على حدود منطقة الجزاء اللي يرقص واحد والتاني على قوس 18 ويشوت بشماله ويصدها ديفيد رايا ويضيع معها هدف ثالث لنادي فولام. في الدقيقة 88 فول لصالح نادي فولام على حدود منطقة الجزاء كده على بعد تقريبا 25 ياردة، يدخل أندرياس ويحطها بيمينه نموذجية كده مقوسة تضرب في العارضة وتخرج ويضيع معها هدف ثالث مؤكد لنادي فولام، وتنتهي المباراة بفوز نادي فولام على نادي الأرسنال بنتيجة 2-1. طبعا الفوز دوت او الهزيمه دي بالنسبه لنادي الارسنال طبعا اثرت عليه كتير جدا في جدول ترتيب البريمير ليج، لانه نزلته من المركز الثاني للمركز الرابع. بالنتيجة دي يصبح ترتيب البريمير ليج كالآتي: في المركز الأول نادي ليفربول برصيد 42 نقطة من 19 مباراة، يلي نادي أستون فيلا اللي تقدم إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة ولكن ليه مباراة زيادة عن ليفربول من 20 مباراة. عندنا في المركز الثالث نادي المان سيتي 40 نقطة من 19 مباراة. عندنا في المركز الرابع نادي الأرسنال 40 نقطة من 20 مباراة، يليه في المركز الخامس نادي توتنهام 39 نقطة من 20 مباراة. النهاردة إن شاء الله في مباراة مهمة جدا في البريمير ليج الإنجليزي، وهي مباراة نادي ليفربول ونادي نيوكاسل. المباراة دي في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة. دي كانت آخر حاجة معانا النهاردة، نلقاكم في حلقة قادمة من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.